السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة خمسة هنكمل مع بعض يا ولاد شرح منهج الإنجليش كونكت 5 من كتاب بيت باي بيت الترم الثاني 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. انتهينا فاضل لنا شرح جميع دروس الوحدة التاسعة ماي فيفرت أنيمال، والنهاردة إن شاء الله معانا حل اختبارات على يونت 9. أول حاجة بين نمبر 121 121 عندنا الأزهر إكسرسايز تدريبات الأزهر، وأول سؤال معانا listen and choose the correct answer from A من بين ايه between brackets I like. انا عارفه نص الاستماع بيقول لك I like birds، بحب الطيور، تمام. بيحب ايه البارود؟ قال لك the parrot can. البارود ايه، swim ولا talk ولا read؟ طبعا يقول لك talk، بيتكلم. I say some words for it too، بقول له بعض الكلمات علشان ايه repeat ايه يكررها لي. read and complete the dialogue، هنكمل المحادثه بالكلمات اللي عندي دي. سياره، animals حيوانات، go park، where did you go، رحت فين، last weekend I went to the new wildlife park، رحت عليك الحيوانات البرية. What did you see، شفت ايه؟ قال له I saw some unusual animals، شفت حيوانات غير تقليدية. Reading comprehension، read the text and answer the questions. This week هذا الأسبوع we are talking about، تكلمنا عن unusual animals at school. My favorite unusual animal from Egypt is the dugong. It has got lovely friendly face and it's very cute. Its nickname is the sea cow and it spends many hours، بيقضي ساعات عديدة eating grass، يأكل العشب from the sea، بيض من قاع البحر every day، كل يوم. Answer the following questions. What are we talking about this week؟ اتكلمنا على ايه؟ About unusual animals at school، حيوانات غير تقليدية. Where is the unusual animal from؟ منين؟ from Egypt، من مصر. تعال نختار. My favorite unusual animal from Egypt is the dugong. Its nickname، اسمه ايه يا ولاد؟ the sea cow. It spends many hours eating، بياكل ايه؟ بياكل الجراس في قاع البحر. تعال نختار. choose the correct answer. It's important to know lots of trees. sleep ولا meet ولا plant؟ plant، نزرع اشجار كتير. أنواع كان جامب اون تو ليجز، يقفز على ساقين. سنيك ولا سنيل ولا كانجرو؟ طبعا الكانجرو. ماي فيفرت نوت از مس فاطمه. مس فاطمه دي ولا تيتشر؟ سوري اي نوت هيلب يو ويز يور هوم ورك، اي ام بيزي، انا مشغوله دلوقتي، يبقى انا ايه لا استطيع مساعدتك في الواجب. اي نوت سبيك فرنش وين اي ليفد ان فرنسا، دي حاجه في الماضي، يبقى اي كود. سنيلز ليف، سوري سنيلز كان ليف ان شيلز، بتعيش في الصدف او الكوكب. A breeze is a little wind، النسيم هو رياح خفيفة. Is it important to plant trees، هل من الهام ان نزرع الاشجار؟ Could you use a computer، I couldn't see bats in the dark. 123 activity on unit 9 listen and circle 3 listen and circle the correct answer from A B C or D. نسمع نص الاستماع عشان نختار. My favorite animal is the penguin، انا بحب البنجوين. It lives in the ocean، بيعيش في المحيط. It is a friendly animal، حيوان ايه؟ ودود. It swims in a group، يسبح في مجموعات. With his family، مع العيلة. It looks cute، يبدو لطيفا and cold. بعد كده it eats fish، بياكل سمك. I did a project، أنا عامل مشروع about the penguin at school، في المدرسة. My science teacher، معلم العلوم، was very happy، كان سعيد about my project. يبقى the penguin lives in، بيعيش فين يا ولاد؟ in the ocean. The penguin is a friendly animal. The penguin swim in a group with family، بيعوم ايه؟ swims in a group، يعوم في مجموعات. The noah teacher was very happy about the project، معلم العلوم. It shows، تعال نختار. نبيل is he doesn't thank others، لا يشكر الآخرين for doing something good، لما حد يعمل له حاجة كويسة مش بيشكرهم، يبقى ده ماله ungrateful، يعني ناكل للجميل. A noah lives in China and eats bamboo، عايش في الصين، بياكل بامبو، ده من الباندا. My sister is good at playing the، أختي جيدة في لعب الإيه؟
فيست ولا فايلين ولا فولكينو ولا فيس بلينج او ليرز اوف فايلين. قالت الكمان مستر صالح ترافلز اراوند ذا وورلد، بيسافر حول العالم. هي از ا جريت ترافلر، ده مسافر. اذا كان بليز ذا تيكس وذ ان ذا بوكس. نيك نيم اسم الشهرة. توكس يتكلم. ان يوجوال وذ بندس يقضي وكيوت لطيف. I am doing research about the dugong. It's an sea animal. Unusual. It's very cute. It's not is the sea cow nickname. It not many hours. It's been يقضي ساعات عديدة eating grass from the seabed every day. Read the tickets and answer the questions. Yesterday بالأمس we had a science lesson، كان عندنا حصة علوم about the wildlife، عن الحياة البرية. It was an awesome lesson، كان درس إيه رائع. Then my teacher Miss Russia asked us to make an infographic، نعمل مخطط للمعلومات about the forest habitat، عن البيئة الإيه اللي بيئة الغابة. All the class collected some ideas، كلنا جمعنا بعض الإيه الأفكار about the life and animals in the forest، في الغابة. We drew، رسمنا some pictures، بعض الصور of interesting animals like kangaroos, parrots and bats. My favorites were the parrots، أكتر حاجة كنت بفضلها البارتس. They are so wonderful، رائعين. They can talk، بيتكلموا and repeat words، يكرروا الكلمات. I want to keep a parrot at home، عايز أربي إيه ببغاء في المنزل. That sounds amazing، هذا يبدو مذهلا. المين ايديا للنص ده عن ايه؟ هابيتات، عن الفورست. مس رشا اسكت اس تو ميك انوات اباوت ذا فورست، هنعمل انفوجرافيك. وات كان بارتس دول، ببغاء بيعمل ايه؟ زي كان توك اند ريبيت ويردز، بيتكلموا ويكرروا الكلمات. هاو واز ذا ساينس ليسون، درس العلوم كان عامل ازاي؟ It was an awesome lesson، كان درس رائع. I have got feed my rabbit، يجب أن أطعم إيه الأرنب الخاص بي. Could هاني سويم لاست يير، هل كان بيسبح ايه هاني العام الماضي؟ عايزين نصحح الخطأ يا ولاد. وي كان يوز ا كمبيوتر لاست يير، وي كود عشان الماضي. ماي فريند اسكد مي ا سربرايزد كويستشن، سربرايزنج عايز اسف السؤال، سربرايزنج. البانكتويشن التي كابيتال، ذا دولفين سويمز ان ذا اوشن، نقطة. بعد كده write a text of 30 words using the following guiding elements. The birds الخفافيش، وجاب عن الاخر واحدة تقريبا كده صفحة 100 يا ولاد. طب 120، 120. Birds fly at night، بتطير بالليل. They are all hiding، hiding كلها بتكون hiding يعني مخبأة. We can't see them in the dark، لا نراهم في الظلام. They sleep upside down on trees، بيناموا بالمقلوب. They are black، لونهم اسود. I don't like them، مش بحبهم. But my teacher wants me to do a project about them، عاوزني نعمل عنهم اي مشروع. ده الموضوع صفحة 120. 125 عندنا بقى ايه، مراجعة على الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة. Listen and circle the correct answer from A B C or D. نص الاستماع بيقول I am فاطمة، أنا اسمي فاطمة. I live in جيزة، عايشة في الجيزة. With my parents، مع أجدادي، سوري مع والدي. My parents had to move to a new job، انتقلوا لوظيفة جديدة. We moved to a closer apartment، فانتقلنا لشقة أقرب. It's a bigger apartment، it has 4 rooms، في 4 غرف. The kitchen is bigger، المطبخ أكبر. There is more space so we can have a bigger television in the living room. I like our new apartment. فاطمة lives in، عايشة فين يا ولاد؟ في الجيزة. بعد كده بيقول لي فاطمة's parents moved to، انتقلوا لإيه؟
كله زي الابارتمنت شق اقرب. في فور يا ولاد، في فور رومز 4 غرف في الشقه الجديده. they have not in the living room، عندهم تلفزيون. تعال نختار. I had our and not and I can't hear well، مش سامع كويس عشان عندي ايه، عندي اريك الم اذن. the long road، الطريق الطويل. is very I can't walk، very يا ولاد tiring، يعني متعب. ancient Egyptians used the knot to make bricks، يستخدموا المط الطين. when we have a headache، لما يكون عندنا صداع. we take، بناخد ايه، بيلز اقراص الدواء. اذا complete the text. فيلدس حقول، كون معتدل. سيل وان فيل، غير عادل. شيل زل. trees are important in our life، they give us food and shade، بيدونا الايه، الطعام والماء والظل. when we sit under the tree on hot days we feel cool، نشعر بالايه، الانتعاش. farmers plant more trees in their، بيزرعوا فين، في الفلس، في الحقول. they get a lot of fruit from these trees and nugget them at the market، بيبيعوها في السوق. القطعة. my sister Dina is a pupil، تلميذة in primary 5، في سنة 5. she likes helping patients، بتحب تساعد المرضى. she wants to be a nurse، نفسها تطلع ممرضة. when she grows up، لما تكبر. on the summer holiday، في أجازة الصيف. she goes to the hospital near her house، راحت المستشفى جنب بيتها. the doctors، الأطباء، and nurses، والممرضات، like her، بيحبوها. the teacher or they teach her how to change bandages، ازاي تغير الضمادة الطبية، and give injections، وتدي الحقن. she helps them at the hospital، بتساعدهم في المستشفى. she buys books about medicine، بتشتري كتب عن الايه، الدواء. Dina wants to be a nurse when she grows up، نفسها تطلع ايه لما تكبر، نفسها تطلع ايه، ولاد نيرس. the underlying word patients mean people، ايه ولاد، sick، مرضى. what does Dina learn from doctors and nurses، بتتعلم ايه. they teach her how to exchange bandages and give injection. where does Dina go on the summer holiday، بتروح فين في اجازة الصيف. she goes to the hospital near her house، بتروح المستشفى. can tortoise، السلحفاة، run، تجري، very fast، بسرعة. it's important to eat healthy food، تصحيح الخطأ. we drove to the shop، قودنا السيارة إلى المحل. and bought، واشترينا. الماضي من باي بوت، عشان نلاقي الجملة دي في الماضي. don't touch this electric wire، لا تلمس السلك الكهربي. it's unsafe. could you play the guitar، هل يمكن أن تعزف على الجيتار. اتكلم على your favorite animal، حيوانك المفضل، برضو مجاب عنه في ايه، في نهاية الوحدة، صفحة 120. تختار اي حيوان تتكلم عنه يا ولاد. مثلا لو خدت الباندا مثلا، بتاكل البامبو، لونها ايه، كولر، الكولر بتاعها بلاك اند وايت، بتعيش فين. هتشوف كده اي حيوان عندك في الوحدة وتتكلم عنه. كده يا ولاد احنا انتهينا من حل اختبارات شاملة على الوحدة التاسعة، وكمان كان في مراجعة على الوحدة السبعة والثامنة والتاسعة، كمان حلينا فيديو جاي ان شاء الله هنبدأ مع بعضنا يوم التاني الوحدة العاشرة. ادعمونا بلايك وشير الفيديوهات يا ولاد الشك في القناة، وتابعوا صفحة الفيسبوك مس هيبة راجع، عشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. بتمنى نجاح بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.